ولا هنشويها ولا هنقليها. النهاردة هنعمل دبابيس الدجاج بطريقة سهلة. يلا ابدأوا معايا الفيديو، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده وتعملوا اشتراك في القناة. يلا نبدأ على بركة الله كده ونشوف الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي. هنعمل النهاردة رز مبحر، وهنعمل الرز الاصفر بتاع المحلات، وكمان هنعمل دبابيس الدجاج في الطاسة. حطيت معلقة ملح على كيلو من دبابيس الفراخ، وغسلاهم منظفاهم كويس، بعد كده سبتهم 10 دقايق. وهنيجي بقى للتتبيلة. عندي كوباية زبادي، علبة الصغيرة دي، وهحط عليها معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة فلفل أسمر، ومعلقة بصل بودر، ودي معلقة بهارات نص معلقة كده، وكم فص من الثوم هفرمهم كده، وممكن نستبدلهم بالثوم البودر. وهحط عليهم معلقتين من الزيت، وكمان عصير ليمونتين. وهحط معلقتين من دبس الرمان، وده كيس من الصلصة، ما يعادل يعني معلقتين من الصلصة. لو عندك صويا صوص تستبدليها بدل الدبس الرمان هيكون احسن. هنقلب الخلطة كلها كده في بعضها، ودي رشة شطة، دي اختياري، انا زودت كمان معلقة من دبس الرمان. هنزل عليهم بقى بدبابيس الفراخ. هنقلب كده على طول، ممكن بالسكينة نديها كده تقطيعات خفيفة بالسكينة، وهي هتستوي مش ضروري يعني كمان تتقطع. الطريقة بتاعتنا حلوة جدا وبتخليها تستوي خالص. هقلبهم كويس في التتبيلة، وهجيب كيس كده وهغطيهم واركنهم ساعتين في التلاجة. بعد ما ركنتهم ساعتين هجيب الطاسة واحطها على النار كده، واحط فيها معلقتين من الزيت، بعد ما سخنوا هنزل عليهم بدبابيس الفراخ. ولو حابة تعمليهم في الفرن هيبقى بنفس الطريقة بالتتبيلة كده، هيدخلوا الفرن بس كده وبنفس التتبيلة، مش هنعمل فيهم حاجة تاني. انا معليه النار، وعلى ما تاخد لون من الوش ده بقلبهم تاني كده، وبديها لون على الوشين. كده الدبابيس بتاخد معايا صدمه من ناحيتين.
نص النار شغالة عالية عليها. انا كده هحط بقية التتبيلة. ومن وقت للتاني كده هحرك وادور كده الدبابيس في الطاسة. لو انتوا لسه معايا في الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. نزلت عليها بنص كوباية مية وهغطيها بقى وهدي النار عليها وهسيبها كده لحد ما تكمل سوا. تعالوا بقى نعمل الرز الاصفر زي المحلات. عندي بصلايه قطعتها قطع صغيره وحطيت عليها ربع كوبايه من الزيت، وهحط عليها بقى بعد ما تدبل كده هنزل عليها بورقتين من اللورة. ادي ورقتين لورة، وهنحط اتنين من اللومي وعود قرفه. ونص معلقة من الكركم، وهقلبهم كده يتشوحوا مع البصل. بعد كده هنزل عليهم بلتر ونص من المي. انا هعمل كيلو الا ربع من الرز البسمتي، هو بياخد ضعف الرز. عندنا كيلو الا ربع، هنحط لتر ونص من المي. حطيت قرن فلفل وحطيت الملح كده وزبطتها. عند ما تغلي هنزل بالرز المنقوع لمدة 10 دقايق. وكده دبابيس الفراخ عندنا خلاص دخلت في السوى. هنزل عليها ببشرة طماطماية وهقلبها تقلبتين على النار. هي كده خلاص كانت استوت معايا، كده هطفي عليها. كده الدبابيس جاهزة والرز كمان الشرب. هنهدي عليه النار ونحطه على الشياطة ونهدي النار عليه خالص لحد ما يستوي. ده كان شكله بعد ما استوى معانا. بنشيل بقى اللومي وبنشيل القرفة والحاجة منه اللي هي محطوطة دي، وبعد كده بغرف وبحط عليه الدبابيس. اكل محلات في البيت. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.